بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تمكن الثوار من تحرير الكتيبه بشكل كامل ونحن على مشارفها. يسرنا ان نلتقي بسياده النقيب خالد ضابط في غرفه عمليات مولك الموحدي ليحدثنا عن ما جرى من اشتباكات بينهم وبين قوات النظام وعن عمليه التحرير. اهلا وسهلا فيك سياده النقيب. طبعا الحمد لله تمكنا من تحرير الكتيبه المره لاكثر مره. حاول الجيش التقدم ليلا تم السيطره على قسم الكتيبه والحمد لله بفضل الله تم تحرير الكتيبة بالكامل والكتيبة هاي أمامنا وبفضل الله تعالى وبهمة الشباب تم تحرير الكتيبة بالكامل. حاليا سوف نتقدم باتجاه الكسارة إن شاء الله بإذن الله التمكين في هذه المنطقة. إذن هناك اشتباكات على الكسارة وعلى النقطة السادسة بين عناصركم وبين قوات النظام؟ نعم حاليا تدور الاشتباكات بين عناصر سرية و شباب مجاهدي جيش الحرب ونتمنى من الله التمكين. طبعا القصف شغال من قبل النظام. سيادة النقيبة هل هناك خسائر في صفوف قوات النظام؟ تم تدمير أكثر من آلية حاليا تحترق وفادتنا معلومات أن أكثر من قتيل حاليا في شرق الكتيبة. هل هناك خسائر في صفوف عناصركم؟ العالمين الشباب كلها بخير وصحة وعافية مهمة الشباب عالية. إذن في نهاية هذه المقابلة سعني الله أن أتوجه باسم الشكر إلى سيادة النقيب خالد وهو ضابط في غرفة عملية مورك على هذه المعلومات التي أفادني بها. شكرا سيادة النقيب. تكبير الله أكبر.